الآن يبدأ البكاء في جهنم، لكن بمن سيستغيثون؟ خلاص يحاولون يطلعون من جهنم، تستقبلهم الملائكة بمقامع مطارق من حديد، يضربون بمقامع من حديد ليرجعوا مرة أخرى إلى قعرها، إلى سمومها، إلى حميمها، إلى غسلينها. تخيلوا نارا ترضى، تخيلوا الجحيم أعاذنا الله وإياكم منها. يؤتى يوم القيامة بأنعم إنسان، أنعم إنسان عاش في الدنيا، الأغنى، الأكثر صحة، الأكثر نعمة وعافية وخدم وحشم، أكثر إنسان تنعم في الدنيا وهو كافر، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، ما يدخل، يغمس في النار غمسة. فيسأله الرب بعد هذا: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ تذكر شيء من نعيم الدنيا؟ يقول: لا والله ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط. ينسى نعيم الدنيا كله بغمسة في جهنم والعياذ بالله. كيف بمن يكون من أهلها؟ تدري من أقل عذاب في جهنم؟ أقل واحد، أقل واحد اللي ما يكون في النار مباشرة، اللي ما تمسه النار مباشرة، اللي يكون في ضحضاح من النار، يعني على أطراف جهنم، اللي يحوش بس شيء قليل في رجله يحوش من جهنم، هذا أقل واحد عذاب من أهل النار. فقط جمرة من جهنم تصيبه، جمرتين بس توضع تحت قدميه، هذا من أهل النار، لكن ما يدخل جهنم مباشرة، جمرتان في رجليه. تعرف ما الذي سيحصل؟ أبعد شيء من قدميه وين؟ راسه، صح ولا لا؟ أبعد شيء في الجسم من القدمين الراس. تدرون شو يصير في راسه؟ يغلي دماغه. هذا أقل أهل النار عذابا، يظن إن أشد أهل النار عذابا. اتقوا النار ولو بشق تمرة. تبي الله عز وجل يعيدك من عذاب جهنم؟ نص تمرة صدقة يجعل الله لك بها حجابا من النار يوم القيامة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 سنة، ركعتين آخر الليل تجعل لك حجابا من النار يوم القيامة. عبد الله، اعمل من الصالحات وادعو الله عز وجل. فمن قال ثلاثا: اللهم أجرني من النار، قالت النار: اللهم أجره مني، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، واجعلنا من أهل الجنة بلا حسائب ولا عذاب.